أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن وصول اللجنة السعودية العسكرية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس لانتقال الجنبي. قال مصدر عسكري يمني إن اللجنة المكلفة بالإشراف على الجانب العسكري من اتفاق الرياض وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستشرف على إعادة ترتيب اللواء الأول حماية رئاسية التابع للحكومة الشرعية اليمنية والألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، كما ستعمل أيضا على سحب السلاح الثقيل من معسكرات ومواقع المجلس لانتقال الجنوبي وتجميعها داخل أحد المعسكرات في المدينة تحت إشراف سعودي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تنجح الشرعية في إنهاء التشكيلات العسكرية غير الرسمية؟ وهل هناك آلية واضحة لتنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض، وخاصة فيما يتعلق بجزئية دمج القوات وضمها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية؟ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بشرت بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر الجاري بين الحكومة الشرعية وقيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بإنهاء الانقسام العسكري الحاصل في المحافظات الجنوبية وخصوصا عدن، وتوحيد الجهود من أجل محاربة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة لجميع المدن والمؤسسات الحكومية. لكن إلى أي مدى يمكن أن يخرج هذا الاتفاق اليمن من حالة التوتر؟ وكيف يمكن أن تنجح حكومة المناصفة في إنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري؟ فبعد مرور نحو 20 يوما وصلت إلى عدن يوم أمس الجمعة لجنة عسكرية تضم ضباطا في وزارة الدفاع وبرئاسة قائد لواء النقل العميد أمجد خالد القحطاني. وكما هو في اتفاق الرياض الذي رعته السعودية والإمارات، فإن مهام اللجنة هي سحب السلاح الثقيل من معسكرات المجلس الانتقالي وضم قواتها إلى وزارتي الداخلية والدفاع ونقلها إلى جبهات القتال. كما ينص ملحق الاتفاق العسكري على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة. وحتى لو نجحت هذه اللجنة في تنفيذ الترتيبات العسكرية، فإنها ليست إلا جزءا من اتفاق متعدد الزوايا والأطراف، والذي قد ينجح في تطبيق جزء منه ويخفق في جزء آخر. ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. مرحبا بك معنا سيد عبد العزيز. إذن لجنة عسكرية وصلت إلى عدن، نتحدث بداية عن الآلية وبالتالي المهام الموكلة إلى هذه اللجنة. أولا وقبل كل شيء أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين وتحية لكم جميعا. مرحبا بك. لعل الأسهل في اتفاق الرياض الأسهل هو الذي يمكن تطبيقه هو الاتفاق السياسي والاقتصادي. أول ملحق الأول لهذه الاتفاقية أو اتفاقية ما بعد هذا. إذا كان البند الأسهل لم يتم تطبيقه، فأنا أتصور أن بقية البنود يصعب تطبيقها. الشيء الثاني الذي هو البند الأول الذي هو عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن. أيوه، وبسط سلطات الدولة. إذا كان البند هذا هو الأسهل لم ينفذ، فما بالكم ببقية البنود. الشيء الثاني ورد في التقرير على أنه تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة الثقيلة التابعة للمجلس الانتقالي، والاتفاقية لا تنص على هذا الأمر، تنص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، سواء تابعة للانتقالي أو تابعة للشرعية، من جميع القوات المتواجدة في عدن. بالنسبة لتطبيق إعادة هيكلة القوات الموجودة في عدن، لا أتصور أنه من السهولة تنفيذ هذا البند في حال صدقت النوايا. يعتبر تنفيذ هذا البند من أصعب البنود، دمج قوات كانت متشاكسة أو متقاتلة فيما بينها. نحن نأمن يعني بإنجاز هذه المهمة، لكن أتصور أن هذا البند صعب جدا تحقيقه خلال فترة وجيزة، لكن أملنا في حسن النوايا. نعم.
بالتالي برأيك ما هي العوائق التي قد تواجه الشرعية في إتمام هذه المهمة وإتمام اتفاق الرياض بالتالي؟ هي لا تواجه الشرعية، تواجه جميع الأطراف، تواجه التحالف وتواجه الشرعية وتواجه الانتقالي في نفس الوقت. نعم. أول حاجة إذا النية، أول حاجة هل النية لدى جميع الأطراف يعني جاهزة لتنفيذ هذا الاتفاق؟ ثالث شيء أو ثاني شيء، من الصعوبة المكان يعني تنفيذ القرارات العسكرية أو دمج الوحدات العسكرية. ثالث شيء كل طرف ينظر إلى الآخر بأنه عدو، لكن نأمل، أنا قلت نأمل يعني أن يتحقق هذا الأمر، ولا أتصور أنه سوف يتحقق، خصوصا والاتفاق هو كان أشبه بترقيع مشكلة أو أمام المجتمع الدولي. لا أتصور بنجاح دمج القوات هذا خلال فترة بسيطة، لكن نأمل أو نتمنى أن يتم ذلك. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز. أرحب بضيفي من عدن المحلل السياسي صلاح السقلدي، مرحبا بك معنا سيد صلاح. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يستجيب الانتقالي لتسليم السلاح الثقيل وفقا لاتفاق الرياض؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. مرحبا بك. أعتقد أن المسألة تسليم السلاح مسألة منها هذا ما اكده البنود الاتفاق، السلاح بحسب هذا احد بنود هذا الاتفاق، والاتفاق هو الان امامي، بنود الاتفاق كامل امامي الان، ياكد بان تسليم السلاح سيكون للتحالف وليس للطرف الاخر، وتجميعه في معسكرات خارج عدن، وتجميع كذلك الاليه التابعه للطرفين في معسكرات يحددها التحالف خارج المدينه. وبالتالي لا ارى اي مساله في هذا في هذا النقطه ابدا، لكن تبقى الخلاص هو من الذي سيتكلم عليه؟ كانت هذه اللجنه التي اقصدت من الرياض التي ستتبنى تجميع السلاح وتحديد الاماكن، فاعتقد الناس سيتكلم، هناك اكيد خلاف، لان الاتفاق ينص على ان الثلاث الاطراف الشرعيه والانتقالي والتحالف هو الذي يتبنى عمليه تجميع هذا السلاح وتحديد الاماكن والمعسكرات خارج المدينه والشروع فيما بعد الانتقال الى النقاط الاخرى. اما هذه اللجنه التي يقف للاسف على راسها شخص هو اتهم بانه يتبنى الجماعات المتطرفه، وهذا يدل دلاله قاطعه بان هناك نوايا غير طيبه لتنفيذ الاتفاق اولا، وتنفيذ مساله محاربه الارهاب الذي وضع الاتفاق هذا نصب عيني على انها تكون نقطه مهمه وموضوع مهم. فهذا اختيار هذا الشخص يقصد انا أمجد خالد، فهو ينم على ان الطرف الاخر لا يبيت اي نوايا حقا. نعم. انا استغرب انا لماذا يتم اختيار شخص واثيرت حوله اتهامات بصرف النظر ان كانت صحته او عدم سيد صلاح نعم، سأنقل لك نقطة ضيفي عبد العزيز، ذكر بأن الجزئية الأولى من الاتفاق لم تنفذ بالكامل وهي عودة الحكومة كاملة إلى عدن، وبالتالي الآن دخلنا في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، ما الذي سيضمن أن تتسلم هذه اللجنة مهامها وبالتالي تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق بالكامل؟ الحكومة عادت لتنفيذ المهمة المسندة لها، المهمة للحكومة هذه، الحكومة هي أصلا عمرها محدود أيام، والمهمة التي أسندت لها هي عودتها لإرسال المرتبات المحجوزة عند الحكومة، وبالتالي الجرع حول الذين عادوا قرابة 6 هو مكافي لأن تنفذ هذه الحكومة ما عليها من التزام بهذا الاتفاق، اما الالتزامات الاخرى بما فيها عوامل توفير الخدمات وتعيين القيادات بالمحافظات والمدن الامنيه فهي من اختصاص الحكومه القادمه بالتشاور مع الانتقالي والتحالف الشعوري تحديدا. تفضل بالبقاء معي سيد صلاح. اعود اليك سيد عبد العزيز. اذا السيد صلاح ذكر بأن عودة 3 وزراء كافية، بالتالي هم منوط بهم مهام معينة، وكما ذكر يعني لا داعي لعودة الحكومة كاملة.
هذا هو، انا سمعت كلام الاخ الكريم يقول يعترض على رئيس اللجنه الذي هو امجد القحطاني، طبعا على الاخ من انصار الانتقالي، وبالتالي هذه بدايه وهناك حمله اعلاميه ضد الاخ امجد القحطاني على انه ارهابي وانه داعشي وانه قاعده وانه الى اخر هذه التهم الاسطوانه المشروقه الذي الفناها. هذا دليل على انه لن يتم تنفيذ الاتفاق. مجرد التشكيك بالشخصيات العسكريه الذي سوف يعينها رئيس الجمهوريه في حد ذاته هو نقض الاتفاق. ملاحظه بالنسبه للتجميع ونقل الاسلحه، يتم تجميع ونقل الاسلحه الى داخل معسكرات خارج داخل عدن، بينما يتم اخراج كافه التشكيلات العسكريه خارج عدن، التشكيلات بدون اسلحه ثقيله. كيف سوف يتم توزيع الاسلحه الثقيله التي سوف يتم تجميعها؟ نعم. هذا واحدة. ثاني حاجة، من الذي بايرضى يسلم سلاحه طالما وأن كل طرف يشكك بالآخر؟ اتهام الأخ أمجد القحطاني بأنه إرهابي قاعدي داعشي الأسطوانة إياها بداية للتنصل من هذا الاتفاق. نحن أمامنا مشاكل كثيرة، يعني طبعا الأمنيات شيء والتنفيذ شيء آخر. يعني قضية تحديد يخفي رئيس الوزراء يعني يعود إلى عدن، طيب وبقية الحكومة ماذا يعني ماذا يبقيها في الخارج؟ طيب التعيينات نفسها، ماذا لو تم تعيين أحد الوزراء أو أحد الوزراء والانتقالي لا يرضى عنه؟ الانتقالي سوف يضع خط أحمر من عودته إلى عدن. طبعا المشهد عبارة هي كانت كنصوص اتفاقية فهي جيدة، لكن تنفيذها على الواقع أقرب إلى الاستحالة. نعم. شكرا، تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز. أعود إليك أستاذ صلاح، هل هناك أي مطالب للمجلس الانتقالي لا زال ينادي بها ويطالب بتحقيقها؟ لا أعتقد أنه يطالب بأشياء كثيرة. لماذا ضغطت عليه يعني اتفاقية الرياض؟ هو بحسب ما يعلم قيادات المجلس انه يطالب بنقض بالاتفاق حرفيا وبشكل تراتبي ومتزامن بحسب ما ورد بهذه البنود بدون اي انتقائيه وبدون اي اعتساق لهذه البنود او تحايل عنها. فاما موضوع الحكومات من عادة الحكومات فكما اشرت اليها سابقا بما تفضل ضيفكم العزيز حول اعتراف المجلس الانتقالي، فلا ارى اي اعتراف عن الاسماء التي اشترت، فالبنود الاتفاقيه حددت بان من كان مشترك في الاعمال القتاليه وتورط فيها بانه يستبعد من اي مناصب قادمه بما فيها الحكوميه. وبالتالي لا 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 ارى في هذه النقطه نقطه خلافيه، فاكثر النقاط التي تكون خلافيه هي بجانب العسكري والجانب الامني، فكل طرف يحاول ان يفسر البنود حسب تفسيراته ومن حسب الزاويه التي يرى فيها مصلحته. شكرا لك صلاح السقلدي المحلل السياسي، كنت معي من عدن. ارحب ايضا مشاهدينا الكرام بضيفي من القاهره الخبير العسكري علي الذهب. مرحبا بك معنا سيد علي، ما هي برايك فرص نجاح بند الملحق العسكري ضمن اتفاق الرياض الذي يتعلق بسحب الاسلحه من المجلس الانتقالي؟ تحية لك أولا ولضيوفك وللسادة المشاهدين. التوصيف أولا دكتور علي الذهب. الحقيقة الاتفاق تحدث، اتفاق الرياض تحدث في خطوط عريضة عن مجموعة من الإجراءات التي يتبعها ل يعني تنظيم قوات المجلس الانتقالي، إخراج القوات الأخرى التي وكدت الى المناطق التي شهدت مواجهات احدث اغسطس الى مراكز يعني تمركزها الى تمركزها السابقه، وتحدث عن جمع الاسلحه واخراج قوه المجلس الانتقالي وتنظيم القوات المكافحه الارهاب وتكوين قوه المنشات. انا انظر بتفاؤل حقيقه، انظر بتفاؤل الى الاتفاق، لان تبني الاتفاق هو من سينفذه وليس الحكومه. الحكومه حكومه دوله رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك هي
ذات طابع انشرافي فقط، فهي كعامل مساعد كما في التفاعل الكمي، عامل مساعد لإنجاح التفاعل ولا تدخل في التفاعل، لأن نصوص الاتفاق حددت بشكل واضح وجلي بأن كل عملية تتم تحت إشراف التحالف وبمنظور دين بالتعامل مع هذه القوات، سواء بنقلها أو بأماكن تواجدها أو بتنظيمها أو بترقيمها أو بتحديد الأماكن التي توجه إليها. دكتور علي، يعني البعض يتخوف من أن يمشي اتفاق الرياض كما مشى اتفاق ستوكهولم من التلاعب بالمدة الزمنية، وبالتالي يتم المماطلة من قبل جميع الأطراف. برأيك هل لهذه الجزئية يعني من مفهوم منطقي؟ قد يكون للبعض الحق في هذه التخوف، ولكن كما أسلفت بأن الاتفاق وضعته السعودية والإمارات، والسعودية والإمارات هي من يشرف على بنود تحقيق هذا الاتفاق، أما الحكومات فهي أو الأطراف محل النزاع فهي عبارة عن جوانب أو أجهزة تنفيذية مساعدة لتنفيذ الاتفاق. قد يطول التنفيذ فعلا لأن هناك طموح كبير خلال 90 يوم، وهذا امر بالغ التعقيد لان هنالك اجراءات معقده ومحاوله لاقناع كل الاطراف لاخضاعهم لتوجه التحالف وما نصت عليه بعض البنود الغامضه، لان مثلا على سبيل المثال الاتفاق لم يحدد مساله دمج القوات ولكنه قال توحيد القوات. ثانيا ربط لم يربط بين نقل القوات القادمه من المحافظات التي يعني شاركت في الاحداث اغسطس ودخلت الى شبه ثم الى منطقه العلم، لم يربط بعودتها الى مناطق تمركزها السابقه قبل اغسطس بنقل المعسكرات الموجوده في عدن الى خارجها بنظر التحالف. فهناك فعلا هناك اشكاليات وهناك تحديات، لكن النظره التي يجب ان يركز فيها الجميع هي ان واضح هذا الاتفاق هو المشرف عليه والذي سينفذه ويجبر الأطراف الأخرى على تنفيذه. تفضل بالبقاء معي الدكتور علي. أعود إليك سيد عبد العزيز. إذن كما ذكر ضيفي من القاهرة علي بأن الحكومة عبارة عن طرف إشرافي وليس لها دور فيما يحدث، لأن الاتفاق ذاتا قائمة بين السعودية والإمارات. كلمة إشرافي كلمة منمقة وكلمة جميلة. دور الحكومة عبارة عن كومبارس أو شاهد ما شافش حاجة، هذا دور الحكومة، يعني لا علاقة لها. إذا فما فائدة عودتها خلال أسبوع إلى عدن حسب ما نص البيان إذا كان دورها مجرد دور عامل مساعد؟ حقيقة الاتفاق بشكل عام هو يعني من الناحية النظرية جيد، لكن تنفيذه مستحيل، خصوصا دمج القوات العسكرية المتشاكسة، دمج القوات العسكرية التي تحمل عقائد قتالية مختلفة ما بين قوات تنظر إلى الوحدة أو إلى اليمن الاتحادي وبين قوات تنظر على حق تقرير مصير المحافظة الجنوبية. الاتفاق حمل من الرومانسية أكثر من الواقعية، لكن نأمل ونتمنى أن تنجح الاتفاقية. أنا أرى أن بند دمج القوات المسلحة بند صعب، يعني يقارب إلى استحالة التنفيذ. نعم. بالتالي ما هي الحلول برأيك سيد عبد العزيز إذا كما ذكرت بأنه استحالة دمج هذه القوات؟ أنا أخشى أن اتفاقية تلد اتفاقية ولجنة تلد لجنة. بدأ الأخوة في الانتقال معترضين على رئيس اللجنة العسكرية المرسل لتنفيذ هذا الاتفاق. طيب في حال تغييره وأتى موالي الانتقالي، الطرف الآخر سوف يعترض، ثم سوف ندخل في الجدل البيزنطي، الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟ أنا غالبا أنظر إلى هذه الحلول أو الاتفاقيات على أنها حلول ترجيعية تزيد الأزمة ولا تحلها. إما لأن جميع الأطراف المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية أرغبوا أو أجبروا عليها. أنا أنظر إما إلى الحزم العسكري
أو أن يتفق الأطراف الفعليين حقيقة على الواقع. نعم. شكرا لك عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري، كنت معي من الرياض. أعود إليك دكتور علي، إذا ذكرت في حديثك أنك متفائل من هذا الاتفاق، بالتالي ما هي الدلائل التي جعلتك تتفائل؟ إذا ما نظرنا أيضا إلى البند الأول من هذا الاتفاق وهو عودة الحكومة التي لم تعد أصلا أو عاد منها ثلاثة وزراء فقط. سيدتي بالنسبة للاتفاق أنا لا أنظر إليه مقارنة باتفاق ستوكهولم، ولا أنظر إليه باتفاق المشاركة. قد كنت إلى وقت سابق أقرأ الاتفاق قراءة غير دقيقة، ولكنني نظرت إليها وقرأت ما بين السطور. اتضح لي جليا بأن الاتفاق نزع سلطة الإشراف والتأثير المباشر على الاتفاق، وليس كما تفضلت بأنه إشراف. لا، دور الحكومة دور مساعد كدور العامل في التفاعلات الكيميائية الذي لا يدخل في التفاعل ولكنه يساعد في التعبئة. فهي ولذلك كان هنالك عودة مجموعة من الوزراء الذين بالتالي يمكن القول دكتور علي بأن هذا الاتفاق صوري يعني لا جدوى منه وبأنه تمت الاتفاقات من تحت الطاولة. الاتفاق جاء لتحقيق أغراض عجز عن تحقيقها الاخرون. الاطراف الاخرى، نحن نتحدث عن الاتفاق بوصفه مجموعه من التدابير وضعها التحالف على راسها السعوديه، وتشرف على تنفيذها السعوديه والامارات الى جنبها. لا دخل للحكومه، ولذلك لم يعد وزير الداخليه، و تحدث رئيس الحكومة عند وصوله إلى عدن بأن هنالك خططا قصيرة المدى ومتوسطة المدى اقتصادية وسياسية، ولم تحدث عن الجانب العسكري بتاتا. شكرا لك علي الذهب الدكتور علي الذهب الخبير العسكري، كنت معي من القاهرة. أيضا أشكر ضيوفي صلاح السقلدي المحلل السياسي من عدن والمحلل العسكري عبد العزيز الهداشي من الرياض. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.